خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن. أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة العزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بواحد من مواطني ولاية النيل الأبيض عشان ما يتكلم لنا عن مشاكلهم اللي بتواجههم هناك. أهلا ومرحب بك إبراهيم النعمان العوض في راديو دبنجة. نحن الآن عندنا إشكالية وأنا بخط عليك بصورة واضحة والله. حكومة الإنقاذ عملت حاجة اسمها كنار، ترعة كبيرة جدا جدا رئيسية زي الترعة بتاعت الملابس، كويس؟ والبيانة بتاعتها حصروها في حتة اسمها الرياض. الرياض دي بتقع بين الشوال واد نور الدايم، حتة اسمها واد نور الدايم اللي هي تبع للشهيد محمد نور الدايم رحمه الله، لأن هناك موية ثابتة والبحر ما بينزل، البحر الرئيسي يعني. عملوا البيانة دي وجهزوا الكنار ده، جابوه من المنطقة بتاعت الرياض، شققوه المشروع ده القديم لغاية ما جاء في الشوال وجاء في الملاحة وجاء لغاية ما مشى حتى اسمها الدبيبات. الدبيبات دي جنب جزيرة أبا. عملوا مبنى كبير جدا جدا، والمبنى ده فخم جدا الآن موجود، وقالوا تضخ الموية من هناك تنش لغاية الدبيبات دي، وتكون عبارة عن بحيرة وتجي تاني راجعة متفرعة بقنوات، تكون زي الترع القديمة يعني، ما ترع كبيرة، وتخش المشروع. المشروع ده في مهندس أنا أعلم تماما وعندي علاقة به وطيدة موجود الآن، قلت له يا أخي الإشكالية بتاعت أنه الكنار ده ليه ما ضخ موية؟ قال لي والله يا شيخ إبراهيم، دار أقول لك حاجة، أنا كمهندس الكنار ده طلمباته جاهزة، كهربته جاهزة، الإشكالية أن إحنا دايرين حاجة واحدة، تجينا إشارة من الحكومة دوروا أن إحنا دورينه لما يتخص، لكن الكنار ذاته في حتات بتلقى مثلا مسافة بتاعت 400-500 متر دي ما محفورة، تمشي قدام تلقى محفور كده بالصورة دي، دي ما مكتملة. الشغلة دي والله يا شيخ نزال ولا حاجة من زمن الإنقاذ، والكنار ده أنا متأكد يبقي المشروع من الملاحة لغاية الجزيرة أبا بمساحة تقريبا 6000 فدان أو 7000 فدان. شرق المشروع من الناحية الشرقية نهايته مع الظلط بتاع الخرطوم في مساحة ما تقل يعني عن 200-300 ألف فدان، دي ماشى شرقا لغاية ما وافع المشروع بتاع غرب سيناء. دي مساحات بكرة المشروع على الكنار ده ممكن يزقيها، وفي فرقان وفي غرة صغيرة في المناطق دي ممكن ترحل، تجي نازل تحت البحر، تجي نازل نيل يخصلوهم مناطق. قدر ما نادينا وقدر ما تكلمنا ما في زول بيزقليك والله. والمشروع ده والله الكنار ده إذا اشتغل يحصل استغرار بالنسبة لمنطقة النيل الأبيض وحتى منطقة الجزيرة وحتى منطقة سيناء. المشروع ده مشروع ضخم جدا جدا، ومشروع داير رجال والله يكون عنده إنتاج، إنتاج يكون سلة الغذاء، سلة الغذاء. أنا أقسم على المسألة دي أستاذ إبراهيم. يعني في جهات مسؤولة من في وزارة الزراعة، أنتوا ليه ما جلستوا معه وناقشتوا معه الحاجة دي، أو تقعدوا مع حمدوك زي ما ناس مشروع الجزيرة بيمشوا بقعدوا مع حمدوك، أنتوا ليه ما عملتوا الخطوة؟ نعم والله ده أنا أقول لك حاجة، نحن قلت لك بعد اتحاد المزارعين ده طبعا يعني القديم ده طلق قرار كان في حكومة ناس الإنقاذ ذيل ولغوه، ما في حاجة اسمها اتحاد المزارعين ثلاثة النيل الأبيض، قاموا كونوا الجمعيات دي، الجمعيات ذاتها أخفقت يعني الناس على زي ما قالوا على رأس القيادة فيها ناس ما خبرة يعني، صحيح ناس خريجين وكذا وهنا لكن ما قادرين زراعة ولا أي حاجة أو لا شفع، ليه؟ ما عندهم الخبرة تحت الزراعة وما بيقدروا يعني. واحد لما تقدر تتكلم معاه يعني يا أخي نحن المفروض حتى لو جاء مستثمر، المستثمر ده جيبوا لنا أنتوا، لأنه نحن قدمناكم، نحن المزارعين قدمناكم، نحن أصحاب الأراضي، نحن أصحاب الحواشات، جيبوه عشان نحن نحط له نقاط الحروف، نحن إذا أخفقنا يحاسبنا، وإذا أخفقوا نحن نحاسبه، لأن الزمن بتاعنا ده نحن محتاجين له، زماننا ما يبقى الواحد يلاقوا مزارع يا جماعة لينا عنده لا مؤاخذة بقرة واحدة في بيئة عشان ينظف بيها الزراعة بتاعته عشان كده يعني. أخيرا المحصول ده المزروع ده لما يبقى هو في أشد الحوجة يقول لك والله البيانات القديمة ما شغالة، ليه؟ يقول لك والله جاز ماشي.
طيب يا اخي ما في، انت ظل مستثمر المفروض توفر اول حاجه مدخلاتك، ده ما بيحصل. الناس ذاتها قاعدين يعني، احنا حتى رؤساء الجمعيات بقول لهم يا جماعه كونوا، اختاروا من كل جمعيه نفر، واختاروا من كل قسم نفرين من المزارعين. راح كلنا يا جماعه، راح كلنا نقابل الحكومه الاتحاديه ونقول لهم يا جماعه انا حامل اخذب عليكم، راح كون اذا قالوا تحلوا الاشكاليه وانتم لا تحابين على اساس انه انتم دارين زراعه فعلا ودارين انتاج، راح كون شوفوا البياره دي وشوفوا الكنار المحفور ده، محفور من زمن الانقاذ، حتى كان في بطن الشبر المويه بتاعت الامطار اللي بتصب البسيطه دي بقت تول الشبر جوا الهناي الكنار. يا جماعه الكلام ده كده ما بيجي، ولا الكنار ده بيحل اشكاليه بتاعت آلاف من البشر يا جماعة. نعم. يعني ممكن يفيض، ممكن يصدر، يصدر ممكن وممكن وممكن. رسالتك شنو للمسؤولين في الدولة السيد إبراهيم؟ بقول للسيد حمدوك وبقول للسيد وزير الزراعة الاتحادية، أنا بترجاكم كمزارع المنطقة النيل الأبيض اسمي إبراهيم النعمان العوض، يا أخي إذا كان أنتوا حابين على أساس أنه يكون مواطن النيل الأبيض زول يعني منتج وزول حاذب على مصلحة الوطن ودايرين إنتاج حتى يفيض ويصدر، أنا برجو من السيد حمدوك والسيد وزير الزراعة الاتحادي أنه يسجلوا زيارة بنفسهم، يسجلوا زيارة وما تكون على علم، ما تكون على علم، يجوا براهم ويزوروا الموقع ويشبوا المشروع بعرباتهم وبعد ذلك يتخذوا قرارهم. وأزيدك علم، إحنا قريتنا في أم فور الآن مضت عليها 8 سنوات فيها الأعمدة بتاعت الكهرباء والسلوك مسدودة، والله 8 سنة ما قادرين، نحن قدر ما طالبنا ما قادرين يجيبوا لنا التراس عشان نحن نولع، ما قادرين يجيبوا لنا التراس عشان على الأقل يعني تكون فطرة بس تغيرة جنب الغرية دي، ممكن تزرع خضروات تزرع أي حاجة، ما في زول بالخلفين، دي الحاجة المؤسفة، الحاجة المؤسفة أنه مويه يا أخي المنطقة دي أمسك من الشوال لغاية الجزيرة بقى، والله أطفال البلهرس ينطلع عينه ومن فوق للنيل لأنه ما نجي مويه صالحة لشرب، أداك النيل دعينه فيه يشربوا فيه مليان قش ومليان قواقع كلها بالهرسية كلها ملاريات، ما قادرين يجيبوا له صهاريج للغرة. يا أخي أنا أكون إنسان صحيح وأكون إنسان متعاطف عشان أنتج وأعطي خير، نحن والله العظيم قلوبنا على البلد دي 60 سنة 60 سنة الواحد عمره يعاني من الناس الشلزمة بتاعت الحرانية والشلزمة الناس اللي ما عندهم ضمائر، دي كلها نحن نعاني منها والله أقسم بالله العلي العظيم، مسيطرين ويشوفوك إنسان فعلا بتقول الحقيقة يقلبوا عليك الناس يقول لك ده بتاع مشاكل. يا أخي دي ما حياة، دي حياة جحيم يا أخي، نحن دارين زي ما بقول حمدوك هو يعني بيعلن بيقول نحن في علاج لإصلاح الاقتصادي، والله هذا السودان لا تقوم له قائمة إطلاقا، ولا يكون اقتصاده ده قوي والله إلا بالزراعة، والله بدون زراعة ما يمشي لقدام خطوة، ما تقول لي بترول ما تقول لي أي حاجة. يا أخي تلقوا دول عمره 80 سنة وما تصوريته بالشغل ده، ما تحين في حال أنت وفر له يا أخي، وفر له خلاص، وفر له الجاز يا أخي كحكومة، خدت يدك على المشروع ده، المشروع ده هنحل مرقر في الوسطى كان بيزرع فيه قطب، كنا بنزرع فيه القمح، القمح بيصدر، كنا بنزرع فيه الذرة، الذرة بتصدر تمشي لغاية هولندا ولغاية هامبورج في ألمانيا، ليه ليلة؟ هل إحنا ما عندنا حاجة جاهزة الآن؟ يا أخي دار لها حاجة بسيطة، ليه سيد حمدوك ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه سيد حميتي ما يجي يسجل زيارة براه؟ ليه الضوها ما يجي يسجل زيارة براه؟ ما يجوا يجيبوا على الواقع. شكرا لك إبراهيم النعمان العوض من مواطني ولاية النيل الأبيض على مشاركتك في راديو دبنجة. الله يكرمك يا أخي، بارك الله فيك.